لكن ابدا باستعدادات النادي الاهلي في اسبانيا بعد المباراه الوديه الاولى وبعد حوالي اربعه ايام من وجود النادي الاهلي في اسبانيا كان معسكر مهم جدا معسكر جاي في توقيت مهم وميزه هذا المعسكر ان هي جايه في توقيت معظم او 90% من لاعبي النادي الاهلي مع الجهاز الفني ومع مارت لاسارتي في هذه المرحله وده ان دل على شيء بيدل ان احنا ان شاء الله متفائلين بالمرحله القادمه لان المعسكر باي حال من الاحوال الشيء الايجابي اللي فيه لما بيكون التيم مكتمل او العنصر العناصر كلها مكتمله داخل الفريق ده بيبقى فرصه مهمه للجهاز الفني ان هو يحضر للمرحله القادمه فرصه مهمه ايضا للجهاز الفني انه هو يشوف كل العناصر اللي معاه كمان في عناصر رجع من اعاره ولم يتحدد موقفه خلال الفتره القادمه في الجهاز الفني في المرحله دي يقدر يبني لموسم كامل من خلال معسكر عشرة ايام في اسبانيا وفي مباراه وديه اخرى ان شاء الله يوم الخميس صبح مباراه وديه اخيره في نهايه المعسكر ان شاء الله يوم الحد القادم النهارده كان في تدريبات استشفائيه لعدد من اللاعبين اللي شاركوا في مباراه الامس والجهاز الفني بالامس حصل ان هو شارك باكبر عدد من اللاعبين لكن النهارده تدريبات الاستشفائيه بتاتي في اطار تخفيف الحمل البدني للعيبه استعدادا لخوض الوديه الثانيه ان شاء الله يوم 11 يوليو يوم الخميس ان شاء الله مع احد الفرق المعسكره هناك في مدينه اليكانتي في اسبانيا قدامنا صور حصريه ولقطات حصريه من معسكر النادي الاهلي في اسبانيا للاستعداد للموسم القادم قدامنا كمان وجود عدد من اللاعبين الصاعدين محمد عبد المنعم مصطفى رمضان حارس المرمى وجود عناصر شابه ووعده في معسكر الفريق الاول ده شيء ايجابي لانك في المعسكر زي ده لما بتكتشف ناشئ او اتنين ده بيعتبر بالنسبه لك حاجه عظيمه جدا لما بيكون عندك لاعب او اثنين متميزين في المرحله القادمه تستعين بيهم في الفريق الاول. كابتن محمد يوسف كان ليه تصريحات مهمه النهارده متعلقه بوديه الاهلي وسوكر سمارت الوديه التي اقيمت بالامس وكابتن يوسف قال ان المباراه الوديه حققت كل اهدافها اللي كان الجهاز الفني بينتظرها في هذه المباراه وللاهلي فاز فيها بتسعه اهداف دون مقابل. هذه الاهداف حققت اللي بيسعى عليه الجهاز الفني خلال المرحله القادمه. وان المباراه كانت فرصه لتجربه العديد من الافكار الخططيه والفنيه بصرف النظر عن النتيجه الجهاز الفني دفع في هذه المباراه ب 22 لاعب على مدار شوطي المباراه لتجربه العديد من الامور التكتيكيه استعدادا للمرحله القادمه الفكره مش في مشاركه 22 لاعب او كم لاعب شارك او النتيجه أه تسعة صفر أو عشرة صفر أو واحد صفر فكرة المباراة الودية الجهاز الفني إيه اللي عايز يوصل أو إيه اللي عايز يطلع به من أمور إيجابية واستفادة للمرحلة القادمة كابتن يوسف قال في سياق هذا الحديث أن الهدف من وراء المباراة الودية تحقق بما يتفق مع خطة الجهاز الفني الذي يسعى خلال المرحلة الحالية للوصول بالفريق إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية بعد فترة الراحة أشار الكابتن يوسف أن الجهاز الفني تماما على استغلال كل دقيقة خلال مدة المعسكر لتجهيز اللاعبين ارضيات الملعب على فكره يا جماعه ارضيات الملعب متميزه جدا منتخب السنغالي قبل بالسفر لكاس الامم الافريقيه كان بيعسكر في هذا المكان استعدادا لبطوله الامم في اماكن او مكان تحديدا في اسبانيا مميز جدا لاستعداد الفرق للمرحله القادمه وبدايه فتره الاعداد فتره الاعداد لما بتحتاج معسكر المعسكر بيبقى عايز فيه هدوء آه ما فيش اي صخب او دوشه اللعيبه تكون لها تكون موجوده في فندق قريبه من بعضها ملعب التدريب يكون قريب من مقر الاقامه فرق بتلعب معاها حسب بقى الجهاز الفني ما شايفه ليه المرحله الجايه عايز فرق اقل في المستوى فرق متوسطه المستوى فرق مستواها عالي دي بتبقى راجعه للجهاز الفني المرحله اللي هو عايز يشتغل فيها في مباراه وديه للمرحله القادمه بالتاكيد ده هناك مباراه وديه زي ما اكدت لكم ان شاء الله يوم الخميس هيكون في اطار الاستعداد للمرحله القادمه الجهاز الفني اكيد في هذه المباراه هيبدا يعلى بقى بالمستوى الفني في المباريات الوديه القادمه استعدادا لانطلاقه او نهايه الموسم الماضي يعني بعد ما بقول بعد نهايه المعسكر استعدادا للموسم الجديد بفتكر ان لسه في مباريات متبقيه من الموسم الماضي اللي النهارده اتحاد الكوره حدد فيها مواعيد جديده عشان الدوري ينتهي يوم 28/7 قبل غلق باب القيد الافريقي ب 72 ساعه كل اللعيبه شاركت 22 لاعب شارك في هذه المباراه الحمد لله المباراه خرجت الحمد لله كل اللعيبه خرجت سليمه ما حدش تعرض لاي اصابه ان شاء الله المرحله القادمه كمان يعني خلال ايام قليله الرباعي الدولي اللي كان موجود مع منتخبنا الوطني في كاس الامم هيكون موجود ان شاء الله مع جهاز الفني ومع مستر مارتن لاسارتي خلال الساعات القادمه محمد الشناوي ايمن اشرف مروان محسن وليد سليمان جيرالدو طبعا التحق بالبعثه في اسبانيا في بدايه المعسكر بعد خروج منتخب انجولا في دوري المجموعات لا يتبقى سوى اللاعب المالي اليو دي يانج. يمكن ده بس اتاكد بشكل رسمي انه هيكون موجود مع الفريق في القاهره بعد ما يرجع من اسبانيا لانه خد فتره راحه وانهاء متعلقاته الشخصيه والسفر الى بلده قبل المجيء للقاهره والاستعداد مع النادي الاهلي للمرحله القادمه. خبر ارجع بيه للفريق الاول النهارده مؤمن زكريا كان بيؤدي تدريبات بدنيه في الجيم ضمن البرنامج التاهيلي المحدد له من قبل الجهاز الطبي في الفريق الاول. مؤمن زكريا كان غاب عن تدريبات الاهلي الجماعيه خلال الايام الماضيه كان بيشتكي من كدمه كده خفيفه في الركبه قبل السفر لاسبانيا لكن الجهاز الفني فضل يكون مؤمن زكريا مع الفريق في المعسكر وفي نفس الوقت يتم التاهيل ليه وجاهزيته للمرحله لي القادمه لسه عندنا مباراتين وديتين اذا التحق ان شاء الله بالمباريات الوديه يكون متواجد خلال الفتره القادمه. مارتن لالاسارتي عقد جلسه النهارده مع عمرو جمال مهاجم فريق النادي الاهلي الجلسه استمرت ما يقرب من حوالي 15 دقيقه تحدث فيها مارتن لالاسارتي عن بعض الامور الفنيه و خلال الفترة القادمة فرصة طيبة لعمرو جمال في معسكر الإعداد الحالي إن هو يقتنص الفرصة ويكون متواجد مع الفريق خلال المرحلة القادمة نبدأ من جديد وكل اللعيبة تكون موجودة في المعسكر ده فالجهاز الفني يقدر يشوف كل اللعيبة عمرو كان طلع اعاره ثم طبعا كان عنده اصابه وبعد ولما رجع كان في مشكله في مساله القيد من عدم اللاعب كان معار وراجع فيه منتصف في منتصف السيزون نتيجه طبعا تضارب المواعيد بالنسبه لقطاع كره القدم من خلال اتحاد الكوره فبالتالي كانت في لاعيبه موجوده على ذمه الفريق الاول لكن ما كانتش مقيده والجهاز الفني يقدر يستفيد بيها من ضمن هؤلاء اللاعبين كان عمرو جمال ففرصه في معسكر الاعداد الحالي ان شاء الله عمرو جمال من المهاجمين المتميزين وكان احد العناصر الواعده والمؤثره في خط هجوم فريق النادي الاهلي فالجلسات اللي زي دي اللي بيعقدها مارتن لاسارتي مع اللاعبين جلسات نفسيه وفنيه مهمه جدا للمرحله القادمه يتبقى ان كل لاعب يستغل الفرصه في التوقيت الحالي لاثبات وجوده والاستمرار مع النادي الاهلي. برضه في نفس الاطار في بعض المصابين موجودين مع الفريق في المعسكر تحت اشراف خالد محمود دكتور خالد محمود طبيب الفريق مارتن لاسارتي اجتمع مع الدكتور للاطمئنان على حاله اللاعبين المصابين وموعد انضمامهم للتدريبات الجماعيه لكن في مصابين مش موجودين مع الفريق في المعسكر في اسبانيا زي شريف اكرامي وزي سعد سمير وكريم نيدفيد الجهاز الفني حاول قد كان مارتن لاسارتي يعرف من دكتور خالد موقف الثلاثي امتى يكونوا جاهزين للتدريبات البدنيه والنزول للمران الجماعي مع الفريق بعد العوده من اسبانيا بالاضافه الى الاطمئنان على حاله محمود وحيد الظهير الايسر المتواجد في معسكر اسبانيا ومحمد عبد المنعم المدافع الشاب اللي اشتكى كده من الام في منشا العضله الخلفيه بعد مباراة الودية الأمس بالتأكيد الجهاز الفني بدأ بقى يفكر في تخفيف الحمل البدني استعدادا للمباراة الثانية إن شاء الله يوم الخميس والنهاردة الثلاث وبكرة الأربع يكون في حمل بدني خفيف قبل المباراة الودية يوم الخميس الأمور دي بيتم التنسيق فيها مع أليخاندرو مخطط الأحمال اللي اكتفى بالمران النهاردة على فترة واحدة صباحية المعسكر إن شاء الله مستمر حتى يوم الاثنين القادم بعد أداء مباراتين متطابقتين في المعسكر والمباراة قادمة إن شاء الله يوم الخميس مع فريق نيوبورت كاونتي، إن شاء الله هذا الفريق هيكون مواجه للنادي الأهلي في مباراة ودية يوم الخميس والفريق ده بيلعب في دوري القسم الثاني الإنجليزي. المباراة ستقام على ملعب بيناتارا أرينا في مدينة سان بيدرو في إسبانيا وبيبعد عن فندق إقامة النادي الأهلي في إسبانيا حوالي 30 دقيقة. حسين الشحات كان ليه تصريحات مهمة جدا قالها بالأمس عبر شاشة قناة النادي الأهلي ومن خلال الموقع الرسمي. عنوان التصريح مهم لان قال لن نفرط في الدوري وطموحاتي مع الاهلي بلا حدود خلال الفتره القادمه حسين اتكلم على المعسكر سواء من ناحيه الاقامه وملاعب التدريب وتوافر ادوات التدريب خلال الفتره الحاليه وقال ان توقيت المعسكر مناسب جدا لكل اللاعبين استعدادا لحسم بطوله الدوري خلال نهايه هذا الشهر وقال حسين ان تاجيل مباراه المولين والزمالك لما بعد انتهاء بطوله كاس الامم وحصول الفريق على راحه لعده ايام كان بيتطلب ده ضروره تجميع الفريق مره اخرى لاعداد اللاعبين بدنيا وفنيا للمرحله القادمه. قال حسين كمان ان المردود البدني والفني للمعسكر بيظهر تدريجيا وبينعكس على اداء اللاعبين في التدريبات يوما بعد الاخر بعدما شهدت الايام الاولى تكثيف للجرعات البدنيه بخوض المران على فترتين مع تجربه العديد من الامور الخططيه والفنيه اللي بدات في معسكر الفريق او بدايه فتره الاعداد في القاهره على ملعب مختار التيتش بي الجزيره. حسين الشحات قال ان مباراة سمارت سوكر كانت تجربة مفيدة حتى وان كان البعض يرى انها من المباريات السهلة لكن الجهاز الفني كان ليه رؤية وجهة نظر في هذه المباراة وقال ان هو سعيد بتسجيله لاول هدف في هذه المباراة وبيتمنى ان التوفيق يحالفه في الموسم القادم وفي المرحلة القادمة والمباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري العام. أضاف حسين الشحات ان جميع لاعبي الفريق عندهم اصرار كبير جدا للفوز بالدوري وحسم اللقب لتعويض جماهير الاهلي عن الخروج من دوري ابطال افريقيا وامامنا لقطات حصريه وجزء هايلايتس من مباراه الامس اللي فاز بها النادي الاهلي على فريق سمارت سوكر ب تسعه اهداف مقابل لا شيء واولى الاهداف كانت لحسين الشحات. مباراه الزمالك والمولين حسين قال إن هي مباراة مهمه جدا تمثل اهميه كبيره لانها تاتي بعد فتره توقف والجمهور متشوق ان هو يشوف فريق النادي الاهلي في المرحله القادمه وهتكون مباراة حاسمه وحساسه لنيه بتختم الدوري العام ده هدف اخر شفناه لوليد ازارو في مباراه الامس فرصه كل العناصر ترجع سواء نفسيا او بدنيا وفنيا تستعيد فورمه المباريات والتدريبات خلال المرحله القادمه لنهايه الموسم وحسم مسابقه الدوري ان شاء الله صالح جمعه كان متواجد في التشكيله الاساسيه كل عناصر امبارح شاركت والحمد لله اطمنا على عناصر كتيره جدا حساسيه المباريات فورمه المباريات الكل كان مبسوط بعوده لاعبي النادي الاهلي لهذا المستوى وبدايه ان شاء الله وانطلاقه خلال المرحله القادمه خبر اخر لكن متعلق بقى بقطاع النشاط الرياضي والعاب السباحه رباعي كره الماء بالاهلي بيشارك في دوره تدريبيه في صربيا. سافر الكابتن وليد عزت ووليد وصفي وكريم منير وممدوح منير مدربي كره الماء في النادي الاهلي الى صربيا للمشاركه في دوره تدريبيه تستمر لمده اسبوعين في اطار خطه مجلس الاداره لتطوير اللعبه من خلال الاحتكاك بافضل المدارس في لعبه كره الماء من خلال معايشه المدربين او التواجد في معسكرات خارجيه تحديدا في الدول المتألقة أو الدول ذات التصنيف الأعلى في لعبة كرة الماء الفترة الأخيرة كان في استضافة لمعسكر فريق بارتيزيان السربي وكان الفريق بيقيم معسكره داخل النادي الأهلي وأدى عدد من المباريات الودية في حمام السباحة بالنادي الأهلي في مقره الرئيسي بالجزيرة وده تفعيل للبروتوكول التعاون ما بيننا وما بين النادي السربي خلال الفترة القادمة